أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء، هذا موعد مناقشة قضية اليوم التي نناقشها مع حضراتكم عبر الاتصال الهاتفي. وقضية اليوم بعنوان هذا التساؤل: كيف يمكن إزالة الاحتقان السياسي في الشارع المصري، خاصة بعد انتهاء المرحلة الأولى من الاستفتاء؟ ينضم إلي عبر الهاتف الآن الأستاذ أحمد نبيل من البدرشين محافظة الجيزة. أهلا بك يا أستاذ أحمد. أهلا بك يا فندم. كيف يمكن إزالة الاحتقان السياسي في الشارع المصري الآن؟ أنت ترى يعني ربما الأقارب بعضهم البعض وربما أبناء المنزل الواحد يتشاحنون حول كل واحد فيهم معتز بوجهة نظره. والله حضرتك أنا شايف إن الموضوع يمشي بالحوار. يعني إحنا مفيش حل غير كده أصلاً. لو إحنا الناس اختلفت مع بعضها اللي هيحل إيه؟ لازم نقعد مع بعض في الآخر ونحل. هي المشكلة أستاذ أحمد إن حضرتك في الانتخابات امبارح في المحافظات او اول امبارح في المحافظات الناس كانت واقفه مع بعض في الصف، كل واحد ليه راي وكل واحد مختلف عن الثاني، وما كانش في اي حاجه بتحصل. يعني الانقسام والحاجات اللي احنا سمعنا عنها دي الحمد لله ما كانتش موجوده. يعني طيب احنا شايفين ان هناك صراع ما بين الطبقات الحزبيه وبين الرموز الحزبيه ربما بينعكس بشكل سلبي او ايجابي على الشارع. انت شايف ان حالة الحوار دي بتنتج حالة ايجابية ام حالة سلبية؟ يعني ممكن الحوار لو مش مستند لتوافق بين الاثنين في ان كل واحد فيهم يقبل وجهة نظر الاخر، من الممكن انه يخلف سلبيات، يعني ممكن يعمل فرقة بين المتحاورين. طبعا حضرتك انا ربنا خلقنا مختلفين، يعني حضرتك غيري انا غير اخويا، فاحنا طبيعي يبقى في اختلاف. احنا كشعب عادي ما لناش دعوه بالسياسيين، مش مختلفين مع بعض. انا اخويا حزب الدستور مثلا، تمام، بيقول رايه وبينزل في الشارع ويوزع حاجات لا، وانا تمام بقتنع، وانا مقتنع بنعم، انا مقتنع بنعم دلوقتي، تمام، بنزل واوزع لنعم واقول للناس نعم عشان رايي. احنا الاثنين في البيت مع بعض وبنقعد ناكل ونشرب مع بعض. طيب انت ايه رايك يا استاذ احمد في رد فعل، رايك في رد فعل من يعارضون الدستور على النتائج الاوليه التي ظهرت؟ هم اللي بيختلفوا مع بعض. طيب الاختلاف يبقى شديد بينهم، تحس ان هو بيتخانقوا مع بعض، انما احنا في البيت واحد قاعدين بناكل ونشرب مع بعض. طيب المرحلة الأولى نتيجتها ظهرت كمؤشرات أولية وهناك ردود أفعال، ما هو يعني ما هو تعقيبك على ردود الأفعال التي حدثت؟ ردود أفعال الفريق الإسلامي ولا الفريق الثاني؟ ردود أفعال الجانبين على المؤشرات الأولى للمرحلة الأولى. هو التقارب ده ميزة وجهة نظري. ده بيبين ان احنا الشعب المصري الحمد لله عنده رؤيه وعنده وعي. الكلام ده ما كانش موجود قبل الثوره، هي مكتسب من مكتسبات الثوره. احنا خدنا حاجه ان احنا نختلف، ان احنا لو هي نزلت في الاخر على 67% 57% نعم او لا، يبقى في جزء ثاني عايز يعدل، وفي فرصه للتعديل لو طلعت نعم، لو في فرصه الانتخابات الجايه ان هي تتقسم الموضوع في الانتخابات اللي هي اللجنه التاسيسيه، تتقسم ويقعدوا مع بعض ويتحاوروا. فانا شايف ان اللي بيحصل ده تمام، لو الساده النخبه او الاعلاميين اللي هم بيهيجوا الدنيا يهدوا شويه على الناس هيبقى في تنوع رائع جدا. طيب بالنسبه للشارع، ابناء الوطن الواحد والعائله الواحده والاسره الواحده، تعتقد ان ممكن الحاله السياسيه دي تؤثر في حياتهم الاجتماعيه؟ هل من الممكن ان الحوار احنا في البيت الواحد في كده وفي كده، وفي الاخر احنا مع بعض، بقول لك ناكل ونشرب مع بعض ونروح ونيجي مع بعض، تمام، ونتقابل. كان في انتخابات قبل كده دي بيت واحد، تلاقي واحد عايز ينتخب مرسي، واحد عايز ينتخب شفيق، وفي الاخر هم مع بعض، تمام، بياكلوا ويشربوا ويضحكوا مع بعض يوم الانتخاب. فما فيش مشكله، يعني جوه الشارع الازمه اللي هي الظاهره دي مش موجوده. حرب اهليه ومش حرب اهليه، حرب اهليه دي في ناس ينفع يتم. حضرتك شفت المحافظات، يعني في محافظه في القاهره مثلا واخده زياده، هل معنى لا زياده؟ ومحافظة مش عارف الشرقية واخدة نعم زيادة، هل المحافظات احنا بتقسم بالنص؟ شكرا جزيلا استاذ احمد نبيل من البدرشين الجيزه. المفروض لسه الجيزه طبعا سيكون مرحله استفتاءها يوم السبت القادم بمشيئه الله. اتحول الى استاذ مصطفى عويس من القليوبيه، والقليوبيه ايضا في المرحله الثانيه. استاذ مصطفى. ايوه استاذ ايمن. استاذ مصطفى، انت شايف النتيجه بنعم او النتيجه بلا، اي واحده فيهم اللي ممكن يعني تقلب الشارع السياسي وتعمل مشاكل اكتر وتعمل عدم استقرار؟ والله استاذ ايمن، هو مش نعم او لا، هو المفروض الناس في الاخر تحتكم بالصندوق. هو مش هم عايزين الديمقراطيه؟ طب والديمقراطيه طالما جابت نعم ليه احنا بنختلف عليها بعد كده؟
يعني ربما الاختلاف عشان ده دستور، ما هواش انتخابات رئاسة ولا انتخابات برلمان، المفروض نسبة التوافق تكون عليه زيادة شوية. أي دستور في العالم أو انتخابات بتتقرب 50% زائد واحد، إحنا عمالين نطلع إشاعات اللي هي لازم تبقى 70%، لا مش عارف لازم التلتين والتلت، لازم الناس تقبل بنتيجة الصندوق. طيب تفتكر إن نتيجة الصندوق لو أقرها الطرفان دي ممكن يعني هي اللي تكون سبب رئيسي في إزالة الاحتقان في الشارع؟ بص يا استاذ ايمن، انا فاهمك حاجه، احنا عندنا في مشكله في المجتمع هي سبب الاحتقان، بعيد عن في نخبه سياسيه إيه؟ اتحد معاها الاعلام والقضاه ومنظمات المجتمع المدني وفي الشارع، اتقتلت اثنين ناس بتحارب الشارع ده بالاعلام وبيبين لك كل حاجه بالضبط. يعني انا واحد من الناس كنت من المصابين عند قصر الاتحاديه. خلاص سمعك سمعك اتفضل. سمعك اقسم لك بالله العظيم يا استاذ ايمن، انا اول حاجه عملتها لما روحت شفت كل قنوات التلفزيون من كتر الغيظ والكذب اللي فضلوا يزرعوه طول الليل على كل القتلى اللي خطفوا قدامي من الاخوان. روحت البيت يقول لك الاخوان والميليشيات وكده، طب مين هيجيب حق العشره اللي ماتوا دول؟ وطلعوا لنا اسماء الناس اللي ماتت من الناس الثانيه لو فعلا في حد منهم مات. ما هو المشكله ان الطرف الاخر بيقول نفس الكلام، يعني انت متحمس للطرف اللي انت كنت معاه وهم متحمسين. يقول اللي هو عايزه، مش في دلوقتي مستندات؟ اه. طب هو مش المفروض، طب انا عايز افهم حاجه، في حاجه ثانيه برضه سبب المشكله اللي احنا في عدم حياد القضاء، يعني انا لسه شايف خبر عندكم دلوقتي ان حكموا على عبد الله بدر عشان سب الهام شاهين. طب واللي بيسب رئيس الجمهوريه في التلفزيون ليل ونهار وفي الصحف وكده، ليش ما بيحاسبوش؟ وامبارح برضه وزير الداخليه يقول لك انا مش هسمع ان حد يهاجم على المطارات العذاب والتمثيليه اللي حصلت قدام حزب الوقت. طب اشمعنى اتحرق 32 مقر من الاخوان وما بنسمعش وزير الداخليه بيتكلم؟ طيب الحل ايه من وجهه نظرك يا استاذ مصطفى؟ والله العظيم يا استاذ ايمن انا اقسم لك بالله هو الحل الوحيد اللي الناس تقبل بنتيجه الصندوق. زي يعني وبعدين حتى لما يجي يطلع اشاعه تقبلها الناس، ما يجيش يقول لك اصل اشرف مش عارف اساتذه الجامعه وكده، معروف ان القاضي لما تروح يسترند الكارنيه بتاعه، يا عم طلع لنا اسم قاضي واحد في لجنه واحده يكون اللي قاعد مكانه استاذ جامعه، قول لنا اللجنه الفلانيه في المدرسه الفلانيه عشان حتى نصدقك. اشكرك شكرا جزيلا استاذ مصطفى عويس من القلوبيه، اتحول الى الاسماعيليه مع الاستاذ محمد لاشين. استاذ محمد اهلا بيك. من الاسماعيليه مش من الاتحاديه. لا انا قلت الاسماعيليه انت بس ما سمعتش. اهلا بيك يا استاذ محمد لاشين من الاسماعيليه. الجزيره كلها بصراحه يعني الله يخليك. اعجبنا بزملات حضرتك يعني اذا كان استاذ ضحى ولا استاذ احمد ولا كلكم يعني بصراحه ربنا يعني يخليك يا استاذ محمد. يعني الشكر هو قبل اي حاجه حضرتك يعني المفروض احنا نبص يعني منظمه كده صاقبه للمستوى المتدني للاعلام، يعني طبعا مش الاعلام كله يعني بس ايه المستوى المتدني اللي هم الست قنوات اللي بيتحكموا في مصير امه يعني. طيب ايه مشكله ايه مشكله الاعلام يا استاذ محمد؟ هو الاحتقان، احتقان من ايه؟ آه. في ناس كانت بتتكلم امبارح على القنوات بتقول لك اصل الدستور هيبيعوا سينا، يعني انا مش عارف هل الناس هي هم يعني خلاص يعني كده اللي بيسموا نفسهم نخبه اللي هم اصلا تخمه وتخمه يعني فاسده للاسف، الناس دي كانت فين؟ يعني انا عايز اسال سؤال بس، هو المشكله عندنا المشكله ان في ست قنوات اعلاميه هي اللي متحكمه في مصير امه يعني مش بيمارسوا التدليس بأب والتزوير. طيب خلينا نتكلم يعني. خلينا نتكلم الصراخ والنواح على يقولوا ده مزور ده 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 انا مش عارف يعني هم عايزين يبوظوا عرس ديمقراطي زي ده انا مش فاهم يعني. طيب يعني خلينا نتكلم في يعني يا استاذ محمد دور على الداعي للاحتقان مش الدستور اللي محتفظ استاذ محمد. لو يعني لو الليبراليين والجماعه اللي هم يعني عاملين دوشنا كل يوم دول وطلعوا عملوا الدستور 100 يعني ما فيش حاجه بتوافق عليها 100% يعني. طيب يا استاذ محمد يعني انا اتفضل يا استاذ محمد يعني خلينا من اللي فات خلينا نتكلم على المرحله الاولى والمرحله الثانيه من الدستور، انت من وجهه نظرك الحل مع مين ويبدا منين؟ الحل ان احنا نشوف اليه يا استاذ ايمن لتطبيق الشرعيه ركز يعني ايه وليس الشريعه زي ما الناس يعني بتخلط الامور ببعضيها، الشرعيه ازاي انا اطبق اليه الشرعيه؟ دلوقتي انا في مشكله، انا لو التصويت جه بنعم وده ان شاء الله اللي هيحدث يعني ان احنا خلصنا خلاص من الكتل التصويتيه يعني الموجهه بصراحه يعني انا شفت التوجيه بعيني يعني مش ممكن كده. احنا خلصنا من محافظتين بصراحه فيهم كتل تصويت موجهه اذا كان بالنسبه لاخواننا الاقباط ولا طبعا يعني ايه وطبعا الواحد يعني بصراحه زعلان جدا موضوع زي كده. فاحنا طيب. اللي شايف انا اللي شايفه حضرتك ان التصويت ان شاء الله لو بنعم مش هيرضوا برضه صدقني لو التصويت ب 99 دي ناس عايزه يعني عايزه تنوب عن الامه. يعني طيب يا استاذ محمد يا استاذ محمد نحن نبحث عن مبادرات بناءه. تفتكر المبادرات دي تيجي منين؟ يعني عشان تسمعني كويس بس من الشعب ولا المبادره تبقى الشعب هو اللي يقول كلمته. الشعب انا قلت اه
خلاص المبادره هي مفيش مبادرات مفيش لا سلطه تعالى سلطه ربنا سبحانه وتعالى على سلطه الشعب. يعني ايه المبادره ان انا لو شعب قلت ب 70% ولا حاجه نعم ايه المطلوب ايه هل هو المطلوب يا استاذ الفاضل يا استاذ الفاضل يعني هم لا مش هيرضوا عن عن عند الصوت ده ابدا. يعني انا راجل قريت المواد والله والله قريتها بتمعن كلها. هو انا عشان مصر يحصل فيها توافق في الحاله الثوريه اللي هي فيها دي مش هيحصل بالنسبه للمأمولة او المطلوبه. اشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد لاشين من الاسماعيليه. اتحول الى الاستاذ حسين اليماني من كفر الشيخ. استاذ حسين السلام عليكم. وعليكم السلام استاذ حسين. يعني انتوا المرحله الجايه ان شاء الله في يوم السبت القادم، انت عارف ان نتيجه المرحله الاولى يعني سببت نوع من الاحتقان السياسي زياده شويه بعد ظهور المؤشرات الاوليه، انت من وجهه نظرك كيف تزول ملامح هذا الاحتقان في الشارع السياسي المصري؟ والله يا فندم هم لو اجابه انقاذ الوطن لو عندها يعني استعداد ان هي تروح يعني تعمل حوار مع الرئيس كان النية أصلاً غير مبعيدة يا فندم، يعني ما عندهمش نية أصلاً هم يعملوا حوار مع رئيس. ليه البرادعي أعلن النهاردة أن هو لابد من إجراء حوار وطني؟ أيوة يا فندم لازم يحصل حوار وطني، الحوار الوطني ده هو الحل. هم لو عندهم نية أن هم يروحوا يعملوا حوار مع الرئيس كان زمان راحوا من زمان وانتهى الموضوع ده، وكان الناس نزلت الاستفتاء واستفتت وكان ما كانش حصل مشاكل ولا احتقان في الشارع يا فندم. ما هم كان عندهم شروط يا استاذ حسين ما تنفذتش قبل ما يعني يجروا هذه الحوارات وهذه المفاوضات وهذه المبادرات. هم لو يهمهم مصلحه مصر لو يهمهم مصلحه مصر كانوا راحوا واتفاهموا مع الرئيس على المواد اللي هم عندهم اختلاف فيها او يا فندم ايه المواد اللي مختلف فيها في الدستور يوضحوها للناس حتى يعني يطلعوا حتى في التلفزيون يقولوا مثلا الماده دي فيها اختلاف او فيها اي شيء يحاول يبين له الناس مثلا المواد دي فيها مشاكل او كده. انما ما فيش اي هم هدفهم يا فندم ان هم يعني يخلوا مصر دول اربع سنين اللي جايين دول كلهم منطقه الرئاسه كلها ما فيش اي حكم للرئيس بتاتا يعني ما ينفعش اي يعني طيب ايه هدفهم يعني ايه هدفهم يا استاذ حسين؟ دول ناس وطنيين وشاركوا في الثوره وكان لهم قبل كده قبل ايام نظام مبارك يعني مواجهات سياسيه صارمه في سبيل اعلاء كلمه الحق والوقوف امام النظام الفاسد. يعني ايه اللي انا كنت معاهم والله العظيم وكنت فرحان جدا باللي بيحصل في مصر من 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 الناس ديت اللي وافت في الثوره وافت مع الناس بس هم احنا حاليا دلوقتي في يعني في انهيار اقتصادي للبلد والبلد بتقع يا فندم. يعني دلوقتي الشباب كله دلوقتي ما عادش عايز يقعد في مصر من اللي بيحصل في مصر كله دلوقتي بيدور على فيزا وعايز يطلع بره وعايز يسافر بره ويهاجر بره لان شايف ان البلد دي مش هيشتغل ولا هيبقى فيها شغل اصلا. شكرا جزيلا استاذ حسين اليماني من كفر الشيخ. اتحول الى العريش مع الاستاذ سمير عبيد. الاستاذ سمير اهلا بك. يا ريت تسمعني من الهاتف وليس من التلفزيون بعد اذنك عشان نتواصل جيدا. انا مع سيادتك. اهلا وسهلا اتفضل قول رايك ازاي نخرج من الأزمة السياسية الموجودة دلوقتي بين الأطراف وبعضها والخناقات اللي كل يوم والاحتقان السياسي في الشارع. اولا مع سيادتك اقول لك حاجه، الاحتقار اللي بالشارع دي فئه ضاله بتعدي في النص ودسيسه، لو دي تنعزل ويقضى عليها يبقى هتمشي مصر سليمه. اولا هات لي واحد من اللي بيجلب صوته في الدستور نعم او لا فاهم الدستور ايه معناه، والله وانا اقسم لك بالله ما واحد بيفهم في الدستور ولا بيفهم. اهو قالوا واحد قال له الدستور غلط خلاص مشي على غلط، قال له الدستور صح هيمشي على صح. يعني دي فئه ضاله بتعمل ذبذبات في الدوله سيادتك. طب ليه هي فئه ضاله؟ ما هي بتقول رايها. يعني احنا ليه بنشكك في بعض اساسا؟ يعني ما هي دي اصلا مشكله من وجهه نظري ولا ايه رايك؟ لو بنشكك في بعض احنا بنقول لك طب هات اسال اي واحد قول له ايه هي مواد الدستور اللي انت رحت قدمت صوتك فيها؟ هو الدستور على صح مبني على صح مبني هو الاغنياء مش عايزين الدستور النفوذ اللي مش اللي يعني بدي اقول لك النفوذ الكبيره مش عايزه الدستور انما هي دي ناس للغلابه للناس اللي مش واجهه شغل للناس اللي العمال للناس الفلاحين يعني انما للناس اللي معها فلوس بتصالحهم الدستور طبعا. طيب بسالك السؤال تاني، ازاي نخرج من الازمه الموجوده دلوقتي؟ يا ترى الحل في ايد النخبه في ايد القياده السياسيه ولا في ايد المواطن؟ يعني انت شايف الحل مع مين؟
ايد المواطن سياسه. ازاي هيعمل ايه؟ في ايد المواطن، في ايد المواطن يلتزم لعمله، يشوف شغله، يمنع مظاهرات التحرير، يمنع مظاهرات التحرير، يلتزم لمصالح الدوله، يشوف الدوله. احنا بنصلح اول في بيتنا قبل ما نصلح في الخارج، احنا بنصلح في بيتنا اول سياسه. اشكرك شكرا جزيلا الحاج سمير عبيد من العريش. اتحول الى محافظه كفر الشيخ مع الاستاذ ابراهيم احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام يا استاذ ابراهيم، اتفضل. ازيك يا استاذ ايمن؟ اهلا بيك يا فندم. مستعدين للسبت القادم ولا لا؟ ان شاء الله باذن الله. طب انت شايف ان كان في ناس متخوفه من حاله الاحتقان اللي موجوده، ان من السبت للسبت هيبقى في مشاكل والشارع مش هيبقى جاهز وممكن تحصل مشكله كبيره تلغي او تاثر على عمليه الاستفتاء؟ والله يا استاذ ايمن، هو الاحتقان موجود فعلا بس مش ظاهر ولا طافي على الساطح، يعني الناس محتقره من داخلها برضه بسبب الاوضاع والاحداث اللي جاريه. سعادتك بتسال بتقول يتحل ازاي الموقف ده او ازاي نوصل بالبلاد لحاله التهدئه؟ ازاي؟ 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 هو الناس راحت كلها، طبعا كان حضرتك شفت الحشود والجماهير اللي طلعت تصور. رغم الاختلاف السياسي بين النخبه وبين سلطات الحكم او كده يعني، والناس طلعت كلها. انما هو النهارده اللي عمل مشكله بعد المرحله الاولى من الانتخابات، الحاجات اللي شابت الانتخابات، يعني النهارده اما يجي الفرد ده كان المفروض لابد من منظمات المجتمع المدني تكون حاضره عشان ما يحصلش فيه كلام عليه زي اللي بيتقال النهارده. بالنسبه للقضاء كان لابد برضو اي لجنه ان فيها واحد مش قاضي او موظف اللي قائم عليها، طبعا دي برضو بتثير الشكوك. فالشكوك اللي دارت حول المرحله الاولى هي اللي عامله الاحتقان النهارده. انما احنا نرجع ونقول بقى طيب اسباب الاحتقان من الاول ايه؟ الرئاسه اقرت ان في 12 ماده مختلف عليه، ده كلام نائب الرئيس بنفسه. طب ايه اللي كان هيضرنا لو اكلنا الانتخابات اسبوع وتوقفنا عن ال 12 ماده وعدينا بالبلاد الى بر الامان؟ مصر النهارده منقسمه يا استاذ ايمن بين تيارات اسلاميه وغير اسلاميه، ويعني مش عارفين حاله لم تعادها ولا تعد مصر في تاريخها الحديث، ان الشارع انقسم بالطريقه دي. طيب يعني يا استاذ ابراهيم، اتفضل. هل يعني يصلح الشارع السياسي ما يصلح بين العائلات لما تكون مختلفه مثلا؟ يعني اللي هي ان روح التسامح وروح الود والعفو ومعلش يا جماعه شويه من ناحيتك على شويه من ناحيتي، هل الكلام ده الاجتماعي ده ينفع نتكلم بيه في المجال السياسي؟ ينفع. ازاي؟ بس مين بقى يا باشا بعاداتنا وتقاليدنا المصريه الجميله، مين بقى اللي يعمل؟ الكبير. الكبير هو اللي يحكم الكل يا باشا. الرئيس مرسي رغم ان انا ما انتخبتوش بس لما نجح اصبح رئيسي وله شرعيه، مقرين بشرعيته لحد النهارده. لكن احنا اتعودنا ان في البيت من يحتوي مشاكل البيت؟ فالواحد بيبقى في البيت وعنده ابناء مختلفين، اللي بيحتويهم ابن من الابناء ولا اب الاسره؟ رب الاسره اللي بيحتوي. طيب ما هو طب ما تيجي نتكلم من ناحيه السياسه ونروح على الناحيه الاجتماعيه ونطلع من الاجتماعيه على السياسه تاني. يعني مثلا الصندوق ده سياسه بتعبر عن الإرادة الشعبية. تمام. يبقى احنا كده نزلنا للشعب، يبقى هو صاحب الكلمة. تمام. يطلع منه على النخبة وعلى القيادة السياسية يفرض نفسه عليهم. أنت إيه رأيك في اللي بيتكلم بالطريقة دي؟ يقول يا جماعة الصندوق وده ناحية سياسية تجبر كل الأطراف المتصارعة على الاحترام، وبالتالي بقى الكبير هو الصندوق ولا القيادة السياسية ولا النخبة. كله صغير قدام الصندوق، أو كله بعد الصندوق، بلاش كلمة صغير، كله بعد الصندوق وليس قبل الصندوق. إيه رأيك في اللي بيقوله كده؟ الله يفتح عليك. بس دي بقى كانت مرتبطة بيا وصايمة زمان. هرجع لسيادتك اللي قلته بالأول، إن كان المرحلة الأولى لابد تكون في قمة الشفافية من حيث الفرد، من حيث تصاريح المنظمات المدنية، من حيث المراقبة. المرحلة دي تمت بالشفافية اللي تمت في الرئاسة، ما كنتش هتجد الشارع بالمنظر ده النهارده. يعني القواعد اللي اتبعت في انتخابات الرئاسه من حيث شفافيه الفرد الملأ وعلى. طيب يا استاذ ابراهيم، استاذ ابراهيم، ما كنتش استاذ ابراهيم، انا دلوقتي يعني 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 مركزين في الفقره دي على، او خايفين من الاخر على تاثير السياسه
على الملامح الاجتماعية المصرية، الملامح المجتمعية، ملامح الـ الأسرة المصرية، العائلة المصرية. النهاردة احنا بقينا نشوف ناس بتتخانق كتير وتخسر بعض. انا بشوف ناس على الفيسبوك يقول لك انا النهاردة يعني خسرت صاحبي اللي كان صاحبي من 20 سنة. ليه يا سيدي عملت كده؟ يقول لك عشان هو كلمني ولم يقتنع بوجهة نظري ووصل بينا الحوار الى ان احنا خسرنا بعض. ازاي نفصل بين الخلافات السياسية وبين يعني علاقة الود الاجتماعية في مصر التي كانت معروفة بها طول عمرها؟ ما زالت الفرصة موجودة. الفرصة ما زالت موجودة. اولا الخطاب السياسي يهدم الطرفين شوية. يعني الشعلالة والتهييج وتأجيج الرأي العام، يعني الناس دي لو خايفة على مصر الفريقين، لان كل المصريين بتحب مصر، بس كل واحد بيحبها بطريقته او كل واحد عايز منهج معين يمشي عليه. لو الناس دي كلها اخلصت لله وللوطن اقسم بالله ما هيبقى زي مصر. اشكرك شكرا جزيلا استاذ ابراهيم احمد من كفر الشيخ، واتحول ايضا الى كفر الشيخ. كفر الشيخ مسيطرة في هذه الفقرة، واحنا فاتحين طبعا الخط للجميع، معنا خطين تليفون بامكانك عزيز المشاهد ان تتصل على اي منهما وتتواصل معنا في هذه القضية، كيف يمكن ازالة الاحتقان السياسي في الشارع المصري. استاذ محمود ياسين من كفر الشيخ. استاذ محمود. السلام عليكم. وعليكم السلام يا استاذ محمود. انا عايز النخبة السياسية مالها؟ سامعني؟ سامعك تفضل. النخبة السياسية دلوقتي احنا احتكرنا للصندوق وعليهم احترام الصندوق من اول الاستفتاء الاولى ديت، هم شكوا فيها مش عارف ايه، يعني هم عاوزين يوصلوا البلد لايه بالظبط. طب افرض عندهم حق، افرض الاحتكار. اولا انا دلوقتي قعدنا من الشغل والبلد حالها واقف ومفيش امن وعملوا فوضى في البلد، انا مش عارف هم عايزين ايه بالظبط. لا لا راضي يقعدوا الحوار بتاع الرئيس. طيب يا اخ محمود، والله راضوا والله راضين بالصندوق، والله راضين باي حاجه بالظبط. نعمل احنا؟ انا مش تبع الاخوه ولا تبع اي فئه. طب يا اخ محمود ايوه معاك. الخلافات اللي بين السياسيين وبعضهم على المستوى الكبير اللي انت بتتكلم عنه، اللي هو النخبه ومش النخبه والناس دي عايزه ايه من مصر والكلام ده، انا بتكلم على العلاقات الاجتماعيه والعائليه والكلام ده، هل اتأثرت؟ يعني احنا في كفر الشيخ مثلا فاكرين ان كان في كان في خناقات جامده جدا، فاكر انت؟ على القهوه او في الطريق نلاقي النقاش هادي، نلاقي شيء داخل بانفعال، حتى في مثلا في العائله يا اما وصلوها لطريقه يعني التفاهم حتى في العائله مش مظبوط اساسا، في انفعالات وايش مأيد وايش مش، انا مش معقول الاقي البيت كله اخواني او الاقي مثلا حزب شعبي في مأيد وفي مش مأيد. هم المفروض هم يبقوا قدوه للشعب ويقعدوا يتفقوا على راس يقنع به الناس ويبقوا قدوه كده ان احنا نمشي في طريق سليم للبلد ونطلع منه. طيب انا شايف ان هم بيودوا البلد ده، انا مش عارف لفين بالظبط، هم عايزين ايه؟ كان في يا استاذ محمود، يا اخ محمود، كان في خلافات عندكم في كفر الشيخ قبل الانتخابات البرلمانيه، والحمد لله التوسطات او الوساطات قدرت تسيطر على الموقف. تفتكر من ناحيه وضع كفر الشيخ اصلا هادي لانها عائلات وبتدور يحتوي الموقف، يعني قبل ما مثلا يشتعل مثلا حد بتعدي بتلاقي مثلا دي عائلات. انت منين يا اخ محمود؟ انت منين في كفر الشيخ؟ يحتوي الموقف على طول. انت منين في كفر الشيخ؟ انا من حته اسمها الرياض. ايوه معروف الرياض طبعا، مركز الرياض ده مركز كبير في كفر الشيخ. طيب هو ما هل مثلا في عندكم مؤسسات معينه، جمعيات خيريه، مركز الشباب، النوادي بتاع لا انا عارف يعني، هل عملوا مبادرات لان يا جماعه مهما اختلفنا سياسيا احنا اولاد عيله واحده اولاد اسره واحده وفلان الفلاني ابن خالد فلان، هل انت شفت الكلام ده موجود؟ والله مش كل المقالات، عشان نكون واقعيين، ممكن نبقى مثلا في مثلا بعد الصلاة أو في مكان عام ممكن نتكلم شوية ماشي، وفي ناس بتقنعنا إن مثلا نبقى هاديين نبقى أحسن نبقى كده نبص لبلدنا مفيش داعي للانفعال. حتى التعدي على الشرطة عندنا مستحيل حد يتعدي، كان حاولت فيها إنها تتعدي إحنا اتصدنا لها. فإحنا في ناس بتهدي الوضع وفي ناس برضك بتتكلم لصالح البلد، وإحنا بنصنع بكلامهم لأنهم بيلاقوهم في الصالح. في بيبقى مثلا أي شيء فيها لسه مثلا شباب لسه كده ما بعرفش طالع بدماغ لوحده كده
يقول لك انا ليا طالع عند الشرطه كلام من ده، فبنحاول نوقفهم وكلام من ده. حته الدكتور برضك لقينا ايش مؤيد وايش مش مؤيد، بنحاول برضك ناس عقلاء بيبقى مثلا يقعدوا معانا بنستمع له، في اللي مش يعني مش مقتنع فتلاقيها بيحاول يزيد في الموقف ياخد بعضه، نحاول نتجنبه كده. شكرا 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 يا اخ محمود ياسين من كفر الشيخ. اتحول الى الفيوم مع الاستاذ احمد حموده. استاذ احمد السلام عليكم. استاذنا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يعني كيف نبتعد بالملامح المجتمعيه ولم الشمل المجتمعي عن التاثر بهذه الاحتقانات السياسيه يا استاذ احمد؟ بص حضرتك يا فندم، هو اصلا ما عندناش احتقان سياسي، هي المشكله اصلا في النخبه، هي الجماعه دول عايزين يطلعوا البلد ويطلعوا الشعب، لكن احنا لو احتكمنا اصلا للصندوق ما عندناش مشكله، ما كلنا ديمقراطيه عندنا ان احنا نرضى بالامر بالامر الصندوق يطلع لنا من الصندوق نوافق عليه. طيب لكن النخبه دي اللي موجوده يا فندم عايزه تخرب البلد، هم دول هدفهم ان هم ما يعملوش. ما هي دي مشكله ثانيه يا استاذ احمد، ان الكل بيخون بعضه، هم بيقول يعني في اللي هم المؤيدين للرئيس بيقولوا عن النخبه هذا الكلام، والنخبه تقول على الاخوان المسلمين ان هم بيعملوا لاجنده الخلافه وما الى ذلك والسيطره على مفاصل البلد والكلام اللي احنا سمعناه ده كله. يعني ما هو طالما في تخوين من الجانبين المركب مش هتمشي زي ما بيقولوا. ايه الحل؟ الحل يعني احنا بنتكلم على التخوين من ناحيه الاستفتاء، الاستفتاء كل الناس دلوقتي كل المواطنين محدش كل الشعب المصري فاهم اللي بيحصل ايه. تمام، كل الناس هي اللي بتحمي الصناديق، محدش يقدر اصلا في لجنه يزور الصناديق قدام الشعب المصري، محدش مش فاهم، كل الناس فاهمه. طب هي مشكله الحوار اللي ما تمش ده عند مين؟ عند القياده السياسيه؟ هم هيرجعوا للحوار، عارف ليه؟ ان هم هيرجعوا ان الناس هتوافق على الدستور، فغصب عنهم هيوافقوا على الحوار، لان هي دي بص هم دلوقتي بيلتقطوا الانفاس الاخيره للنظام اللي فات كله. هم دلوقتي ضمن النظام اللي فات، مش موضوع نخبه، مش في ناس عامله على الوطن. الناس دي لو عامله على الوطن مش هتعمل اللي هي بتعمله دلوقتي. الناس دي لو عامله على الوطن هتوافق على الحوار من الاول، الناس دي لو عامله على مصر كانت من البدايه اصلا اي لمحه حوار هم اللي كانوا يجروا عليها. طيب يا استاذ احمد، الفيوم كان فيها شويه مشاكل في انتخابات الرئاسه وانتخابات البرلمان، تفتكر ان هم متجنبين كل المشاكل دي على استفتاء الدستور؟ يعني الناس روحها كويسه مع بعض، ناس بتتكلم في العادي، اقبل وجهه نظرك وانت تقبل وجهه نظري؟ يا فندم الشعب المصري اتعود على الديمقراطيه، دول السنتين اللي عدوا دول خلوا الشعب المصري يتقدم 30 او 50 سنه قدام ديمقراطيه، اتعودوا على الديمقراطيه. لكن اللي هم لا، الشعب المصري فاهم وعارف هو بيعمل ايه وعارف بيتصرف ازاي وعارف ايه وعارف ايه اللي بيتلعب عليه وعارف ان الاعلام والتضليل الاعلامي اللي بيحصل ده وفاهمه كويس جدا. اشكرك شكرا جزيلا استاذ احمد حموده من الفيوم. ما انتقل الى المنيا، اول تليفون لنا من الصعيد، كويس ان احنا نسمع صوتكم. الاستاذ عبد الكريم محمد. استاذ عبد الكريم استاذ عبد الكريم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يعني انت يعني هل المشهد السياسي ممكن ياثر على علاقاتنا الاجتماعيه؟ انت في المنيا بتشوف متابعاتك اليوميه، وازاي ممكن نحافظ على هذه العلاقات بعيدا عن المعترك السياسي؟ هو بالتاكيد في بعض التاثيرات على العلاقات الاجتماعيه، وخاصه يمكن احنا زملاء في الشغل فاوقات بنختلف في الراي. بس ده ما يفسدش العلاقه الوديه والعلاقه الاخويه اللي اتبنى عليها الشعب المصري كله. يعني احنا مرتبطين بأواصل، وانا راجل ريفي اصلا، لازم العلاقات والعائلات، ودي مش عايز الموضوع الانتخابات او الاستفتاء ياثر على علاقاتي بالاسر جنبيه. طبعا على المستوى السياسي احنا شفنا مظاهرات تأييد ومظاهرات رفض، ما شفناش مثلا مليونيه للم الشمل ومليونيه لقبول الاخر، ومراكز شباب تعمل ندوات، وخطيب المنبر بدل ما يوجه الناس لنعم او لا يوجههم للتسامح والعفو وما الى ذلك. يا سيدي الفاضل، في بعض الخطباء بيوجهوا للتسامح ولم الشمل وكده، ولكن بعض الخطباء للاسف الشديد خطبهم بتدعو للفرقه. وده غير منطقي. وثانيا يا اخي العزيز، ان الدول لا تدار بقوتك في الشارع. الدول وادارات الدول لا تدار بقوتك في الشارع. الدول تدار بالصندوق، واحنا مؤمنين بالصندوق. اشكرك شكرا جزيلا استاذ عبد الكريم محمد من المنيا. كما قال، وده كان اخر جمله منه، الدول تدار بالصندوق، يعني السلطه العليا للشعب. اشكركم شكرا جزيلا كل من اتصل بنا، ونعتذر لكل من حاول الاتصال ولم يسعفنا الوقت للتواصل معه. ربما يكون في الغد ان شاء الله موعد قضيه اليوم كما عودناكم دائما، والاستماع الى رايكم بعد الفاصل. وعلى راس الساعه نوفيكم بموجز لاهم واخر الاخبار، فابقوا معنا.